اما بقى عن وزارة انا هتوقف، انا عايز اعرف راي استاذ صلاح، يعني قدره الشرطه انها تلم الامن في كام يوم بشكل بنسبه ما، دي حاجه تطمننا جدا، بس انا عايز اعرف شرح لماذا لم تكن بالشكل ده خلال 10 شهور اللي فاتت. هل ده كان مقصود يعني من لا قبل ناس معينه؟ انا اولا حكايه البكا من الفات اللي تعالي دي مثل مصري حكيم، يعني انا يعني ايه لن نعود، لانه حتى الظروف السبعة اشهر اللي فاتت او العشر اشهر اللي فاتوا تطورت فيها الامور، في فرق بين يناير وفبراير طبعا ومارس، ونحن والشرطه لسه واخده الكسره الاساسيه اللي خدتها، اتحرق لها نص العربيات والاليات اللي موجوده عندها، والأقسام اتحرقت سجون، حصل ضرب نار متبادل وناس ماتت من الطرفين، انه كل سواقات النظام السابق وضعت في عنق الشرطه على اساس ان هي المسؤوله الاساسيه عن كل ما يحدث. هذا مناخ يختلف عما نحن فيه، هذا مناخ نحن غادرناه لفتره، انه الناس في الشارع تقابل الشرطه لما نزل اعداد قليله منها بعد الاحداث في مارس او في ابريل او الحاجات اللي زي دي، فالناس تسخر منها او تهاجمها او تهاجم افرادها، ان هم يا ناس منهم يقدموا استقالات ويقولوا لا مش شغالين ومش عايزين نشتغل في الحكايه دي الى اخره. فدخلنا دي مرحله لها مناخ، له تاثيره وله مناخه. الان الناس عبر هذه السبع ثمان اشهر بدات شويه تدرك انه لا غنى عن الشرطه ايا كانت طبعا. عيوبها، او لا غنى، لا يمكن ان بلد تعيش بناء من الشرطة على ما الشرطه، ينفعش يعني. انه كمان برضو من الظلم ان انا احمل هذا الجهاز اللي فيه هذا العدد من المواطنين المصريين بيأدوا خدمه عامه شاقه ومذيعه ومتعبه جدا جدا وعمل شاق جدا، لا يمكن ان انا اعمم واسيء اليهم كلهم كده، عمال على بطال، اللي اخطا مع اللي ما اخطاش، اللي كان بيعمل يعني متبرعا واللي كان بيعمل مكرها ومضطرا الى اخره. فالمناخ في خلال الحاجات اللي زي دي حدث شكل من اشكال التفاعل ادى الى ان كل الاطراف هدير هديت شويه، فبدا التامل في المصلحه الان، المهم الان ان يعود الامن لهذه البلد. عشان يعود الامن المواطنين بدات تنزعج من نقص الامن، الشرطه نفسها بدات اقسام كبيره منها تحس بان عليها واجب وطني، وانه مهما كان يعني ما حدث لها او ما حدث من المواطنين تجاهها هي لا يجوز لها ان تتخلى عن يعني كده. فحدث نوع من التفاعل ادى الى النتيجه اللي موجوده دلوقتي، انه انا شخصيا كان رايي من البدايه ولا افهم، وشايف ان ده برضه يعني كان جزء من اخطاء المرحله اللي فاتت، انه كان لابد ان يكون في وجود حقيقي للقوات المسلحه، مش لمجرد حمايه المباني العامه الاساسيه والى اخره، ولكن دور حقيقي في حفظ الامن في خلال هذه الشهور. وكان في حساسيه لدى القوات المسلحه مش عايزه تقحم نفسها في هذا الموضوع. على اي الاحوال احنا وصلنا الى مرحله الان، مثلا موضوع البلطجيه ده، زي في بلطجيه يعني دول مسجلين خطر والى اخره، دول موجودين، في بلطجيه هو كثيرين جدا جدا من الناس العاطلين، الناس الحاجات لقوا الجو مفروض بدأوا امن بعد ولا بتاع، الثورة. فبداوا يشتغلوا. فاول ما الشرطه ظهرت بشكل حقيقي دول اختفوا تماما. الاخرين كان رايي وما زال انه لابد من استخدام قانون الطوارئ ضدهم لغايه انتهاء مرحله الانتخابات الرئاسيه واعاده تنظيم الدوله بشكل كامل. انا مع استخدام قانون الطوارئ ضد البلطجيه والخارجين عن القانون اللي بيمارسوا جرائم جنائيه، ولابد ان يبقى مفهوم انه ذلك لا يشمل الاعمال السياسيه ذات الطابع السلمي زي المظاهرات والمسيرات والى اخره، ده لا يطبق. بس دي بس علشان انا رايي فكرة، انه استاذ صلاح، انا رايي انه مش الشرطه بس هي المسؤوله عن الامن، ما في حاجات كتيره جدا مسؤوله عن الامن. يعني مثلا المجلس العسكري كان اصدر قرار بانه في هيطبق قانون الطوارئ على 3 فئات، من حمل سلاحا ومن اعتدى على امراه، من تعرض للشرطه. طيب. ده لم يطبق، ده لو كان طبق. الحاجه الثانيه انه مش بس الشرطه تنزل وكده، في تطبيق القانون. في حادثه اول امبارح في سوهاج، يعني خلاف ما بين واحد مسلم واحد قبطي وبتاع وكده، ده خلافات عاديه جدا من الشعب المصري، جم الناس ذبحوا الراجل في الشارع قدام عياله. يعني ضروري تطبق القانون بقى، يعني ما قانون ينفعش الجرائم العادي في الحته يعني دي بقى، ما العادي ينفعش بقى، ما ينفعش بقى مصالحه ولا بتاع ولا كلام من ده. ذبح فصلت راسه عن جسده قدام عياله، هذا ضروري نقف قدامه وقفه جاده عشان الناس تحس ان في شرطه وفي قانون ايضا، لان تطبيق القانون، من غير تطبيق القانون هتفضل المساله مباحه كده، اي حد يعمل اي حاجه، اي حد يطبطبوا على بعضه ونخلص من الموضوع. لا،
عايزه الشرطه تلعب دورها والقانون ايضا، ضروري القانون يطبق بصرامه وبحزم حتى الناس تحس انه اللي يخطئ ده ضروري. يعني الراجل اللي عمل ده لسه لغايه دلوقتي لم يقبض عليه او قبض عليه وافرج عنه لسه؟ ده كلام مش هينفع في المكان. احنا على كل طبعا في انتظار ومتوقعين ان دور الشرطه الفتره اللي جايه هيبقى اكبر. ومره ثانيه تحيه لكل رجال الشرطه الشرفاء، وبجد يعني باينين في الشارع وحاسين بيهم، والامن اختلف شويه على مدار الاسبوع اللي فات عن ما قبل ذلك. ارجع اتكلم بقى على دكتور حكومه دكتور كمال الجنزوري بشكل عام، والاعتصام زي ما قلت ما زال قائم في مجلس الوزراء، وفي رفض شديد من قبل الشباب او مجموعه من الشباب للوزاره دي. في دلوقتي مطالب للولاد دول، عايزين ليهم عدة مطالب، والناس حاولنا نرصد هذه المطالب وتقدم لسيد رئيس الوزراء، عايزين يشوفوا هذه المطالب. الإفراج عن السياسيين اللي مقبوض عليهم، انهم يعملوا، عايزين حكومة انقاذ وطني يعني يبقى ليهم دور فيها او يقولوا وجهة نظرهم فيها، عايزين ايضا رفع حاله الطوارئ، عدم تطبيق حاله الطوارئ على السياسيين، الافراج عن علاء واخرين يعني وآخرين. العسكريه طبعا يعني. يعني في عده مطالب موجوده قدام رئيس الوزراء، يعني بس يورينا اماره ويديهم مثلا ينفذ لهم بعض مطالبهم، الناس تهدى شويه. لكن انهم واقفين ومش حدش بيكلمهم ومحدش هيعمل، وبعدين هم لما حصل الوسطاء قال لك لا مش عايزين وسطاء، يعني انا حبيت اخش في الموضوع، قال لك لا احنا مش مين اللي رفض، الشباب ولا الشباب اللي موجودين؟ بقول لك احنا اصحاب الاعتصام، احنا عايزين حوار معاهم، دول ناس هايلين، دول ناس ابطال، اللي قاعد في الشارع ما او جايب بطانيه فوق دماغه ده وقاعد، ده مش عادي، ده ضروري الناس تتفاهم معاه وتروح له وتكلمه وكده، زي ما السيد رئيس الوزراء كلم الناس المضربين اللي قدام معهد التخطيط، يروح للناس دول يكلمهم وبينزل للناس ويتفاهم مع الولاد يعني. بس صوت الشعب والصوت العام كفايه بقى، احنا تعبنا. طب سيبوا الحكومه دي، ما هي مش دي حكومه نقدر نسميها حكومه انقاذ وطني برضو، ما هي فيها مجموعه من الناس اللي شغاله، وهو بدانا نشوف بوادر في بعض المجالات. استاذ صلاح، بوادر ايه؟ شفنا ايه البوادر؟ يعني مثلا زي الداخليه شفنا كلام عن يعني الناس سهل شراها برضو يعني. لا انا شايف ان الموقف دلوقتي افضل شويه مما كان من اسابيع، يعني زي ما اشار الاستاذ جورج كده، بدا الكلام حوالين التفاصيل، بعض التفاصيل الصغيره اللي ما يعني انا سمعت بعض الشباب بيتكلموا في بعض، قال يعني انهم عايزين الدكتور جنزوري يرمي بياضه، يعني يثبت انه يعني ايه مخلص فيما يقول. وفي ملفات تفصيليه زي الملفات اللي اشار اليها، مش حاجه كبيره يعني. يعني الاعتصام بدا بفكره، يعني بافكار مطالبات ضخمه جدا جدا، مش عارف حكومه انقاذ وطني، مش عارف حكمه من تسبب في محمد محمود مثلا، ما هو انا كل ذلك، كل تلك مطالب ينبغي فيها، انا شايف ان في جو من الاسترابه والريبه والتشكك في اي كلام يقال، يؤدي الى انك انت ما تعرفش بالظبط ترضيهم ازاي. ماشي الحال، المحاكمات يعني معناها تحقيقات تجرى من أجل اكتشاف المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ثم تذهبوا إلى النيابة ومن النيابة إلى المحكمة. فما فيش محاكمة الحد أو تحقيقات في أي قضية من الدنيا هتنتهي في أسبوعين والواحد قاعد معتصم مستني لما تخلص. ناهيك فعلا عن أنه يكون في واحد بيحاكم وفي ناس معتصمين قدام المحكمة عشان يصدر حكم بإدانته، كده ما بتبقتش محكمة يعني. لم تعد محكمة ولم يعد فيها عدل. فأنا على أي الأحوال شايف أنه الموضوع بيدعو الى نوع من الانفراج. ما اتمنى ان كل الاطراف تتنبه الى انه يعني ايه، نحن العد التنازلي قد بدا. احنا قربنا هو على نهايه سنه 2011، بيننا وبين 2012 اسابيع. 2012 في اولها بعد اسبوع ولا اسبوعين من بدايتها يكون مجلس الشعب تشكل فعلا، وهكذا. فاحنا العجله بتسير. فدعني انا رايي انه حكومه الجنزوري حكومه جاي عشان مهمة معينة، وهي مهمة إتمام يعني متطلبات المرحلة الانتقالية، يعني إتمام ما فعلته أو ما لم تستطع أن تفعله حكومة عصام شرف، وجاي تتم هذه المهمة نتيح لها هذه الفرصة. طب عشان وقتنا بيخلص أستاذ جورج، هو خلوني كده أرجع لورا لشهر يناير. المطالب كانت الأول إقالة حبيب العدلي، ثم تم تجاهلها، فتم التصعيد 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 يعني لغاية ارحل يعني امشي.
الحوار المره دي تحديدا في اعتصام مجلس الوزراء معكوس، كان الاول المظاهرات كانت بادئه برحيل مجلس القوات المسلحه وحكومه انقاذ وطني ومجلس رئاسي مدني الى لا بس مش عايزين دكتور كمال الجنزوري الى طب ارمي بياضك. ده مؤشر للحاله السياسيه باي شكل؟ يعني بدا بعد ما كان التصعيد بيحصل دلوقتي بقى فيه التقليل والرضاء باقل الاشياء، هل ده لا مش مقلل الاشياء ولا حاجه، حاجات بالنسبه لهم حاجات بالنسبه لهم حيويه، لان في ناس زمايلهم ماتوا في شارع احمد محمود، فهم عايزين يعني عايزين القصاص مدركه. بس انا قصدي من فكره التصعيد لفكره انه الناس بدات تبقى، هل ده معناه انهم اكثر مرونه؟ هل ده معناه وعي سياسي؟ هل لا، هو الناس هو الناس تميل الى الاستقرار، وشايفين الاستنفار موجود في المجتمع المصري شديد جدا، ان الناس مش قادره تستحمل اكثر من كده. لكن 25 يناير جاي قريب يعني، فهنحتفل احتفال كبير يعني. استاذ صلاح، لا لا انا اتصور انه في ما هم هو حصل نوع من الادراك. ولذلك انا كنت دايما بقول كده يا اخوانا، لما جيت حاجات زي دي يا اخوانا، بالنسبه لاخوانا الصور يا اخوانا، هذه الثوره لها حليفين رئيسيين، القوات المسلحه وجماهير الشعب اللي ساندتها. وانت ما تجيش في وسط المعركه وتتخلى عن حليف لك، برغم حتى رغم انه قد يسيء وقد يخطئ وقد يعني لكن في النهايه هذا هو حليفي الوحيد. فانا اعتقد في الحسبه دي كده شويه إخواننا اللي استمروا في هذه الاعتصامات أدركوا على نحو ما أنه لا يوجد تأييد واسع النطاق لغطاء الشعبي شعبي أو حتى من قلب الكادرات الثورية اللي شاركت في الثورة. ولذلك العدد اللي موجود ما زال عددا محدود، ومع ذلك الجميع بيقر بحقهم في أنهم يواصلوا ما يعملوه. أنا شخصيا مش مع أنه أي حد يعمل اعتصام، أنا مع حق الاعتصام، إنما حق الاعتصام حاجة وقفل باب مجلس الوزراء ومعنا رئيس الوزراء ممارسة عمله حاجة تانية، دي حاجه ملهاش علاقه بحقوق الديمقراطيه يعني. لكن مع ذلك الناس كلها بتسعى الى انها يعني تتفاوض معاه تتوصل بما فيهم رئيس الوزراء لحاجات مشتركات يمكن على اساسها انهم ينهوا هذا الاعتصام، لانه لا يليق ان رئيس وزراء مصر مش عارف يخش مبنى مجلس وزراء ومش عارف يعمل اجتماع لوزارته. لغايه دلوقتي الجنزوري ما عملش اجتماع لوزارته لانه مصر على انه يجتمع في المقر الرسمي لمجلس وزراء، مع انه لا يوجد لا في الدستور المصري ولا في القانون المصري اي نص. طب ما يبقى ضروري يبقى اكثر مرونه هو برضه، ان هو في يعني هو مش عنده اصلا. لا هو مش كل الامور في ايده يعني. لا يعني ايه مش كل الامور في ايده؟ ما ده كلام برضه، هو ده اللي مخضض الناس، ما هي هو ده اللي عامل عدم الثقه. يعني انت بقى بتقول له طلع لي اللي عمله محمد محمود. الله، ابتدي بس قول اي حاجه، قول هنعمل حول الملف بقى. حول الملف هو للنيابه العامه خلاص، ده اجراء يعني. النيابه العامه تقعد 10 سنين تحقق في الموضوع في القضاء والنيابه العامه يا عم، احنا في مرحله ثوريه يا عم صلاح. لا كله الا القضاء، كله القضاء. لما تعمل لجنه خاصه للتحقيق، ما ينفعش ان انا اعمل مظاهرات قدام المحاكم ولا في داخل المحاكم. لا انا ماشي، ولا قدام ماشي. النيابه أنا موافق. ولا اضغط على اي قاضي بيحقق اي قضيه، ولا ما يبقاش بس في سرعه التقاضي برضه يا استاذ صلاح. نطالب بسرعه التقاضي، انما ما نضغطش بسببها في على الناس اللي بتحقق. والا في الاخر انت عايز حكم، ممكن اي واحد يطلع لك خد الحكم اللي انت عايزه عادلا كان ام ظالما. اللي قلناه في محاكمه مبارك برضه كويس الحمد لله. ادي احنا قاعدين اهو، قاعدين على قلبنا مراوح، والراجل قاعد في المستشفى. واقول له عطلوها المدعين بالحق المدني، المحاكمه دي متعطله بقى لها 3 اشهر يا استاذ جورج، لانه المدعين بالحق المدني هم اللي طعنوا وطلبوا باقاله رئيس المحكمه. الناس عايزه تشوف المناخ الثوري ده، يبقى في سرعه تقاضي، يبقى في ناس تتحاسب، انه يطبق القانون، ان الشرطه ترجع، كل ده ما فيش حد ضده على الاطلاق. كويس. احنا وقتنا بيخلص وهبتدي بخبر، يعني عايز انهي بخبر ايجابي. احنا وقتنا مش بيخلص، وقتنا فعلا خلص، وهو تهنئه بس للرئيس التونسي الجديد المرزوقي، وعقبالنا يا رب. فعايزه كلمه سريعه من استاذ جورج واستاذ صلاح. منصف المرزوقي راجل حقوقي وراجل جميل، وراشد الغنوشي تتعلم الناس منه. ها يعني خلي الناس تتعلم من راشد الغنوشي. راشد الغنوشي رساله الدكتوراه بتاعته في الحريه في الاسلام، يقروها ويتعلموا بس عشان نطلع من اللي احنا فيه. طيب استاذ صلاح، يعني ده طبعا دي خطوه يعني تدعو للسعاده لما يجري الان في تونس، لكن برضه من السابق لاوان الان بالنسبه لنا وبالنسبه لتونس ان احنا نعتبر انه ثورات الربيع العربي انتهت فعلا الى الميناء الديمقراطيه التي تقود هذه الأمة إلى التقدم إلى الأمام. وأنا أتمنى أنه ده يحدث في تونس ويحدث عندنا، ونثق أنه سيحدث
مع الزمن يعني. يا رب. استاذ صلاح عيسى الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. استاذ جورج اسحاق، شكرا على وجود حضرتك معانا، وكل سنه وكفايه طيبين. ربنا يخليك. خلصت حلقتنا النهارده، وباكد على كل الناس اللي لغايه دلوقتي ما راحتش تنتخب، ارجوكوا صوتكم امانه، وزي ما قلنا في اول الحلقه روح انتخب، ولو المجلس ده مش عاجبنا ومش عاجبنا كلنا، احنا برضو اللي هنمشيه، احنا مشينا اللي اجدع منه، محدش يقلق. صباح الفل.